بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتم علينا صيام شهر رمضان. اللهم اجعلنا من الفائزين بجنتك واعتق رقابنا من النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا. اللهم سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، ولا لا يلوح إذا لا يهمر وبيت شوكتان. عيد مبارك، كل عام وأنتم بخير. وقهرين إلهي سبحانه وتعالى أي ما هدسوناتي نغطام يالي بشي بركة سنيد أي رمضان. ربي سبحانه وتعالى وحان ويدي سنين سيدو نغو تام يالي نغو لما يستري إنو نغو أقبل أيام ويدي سنين إن شاء الله بإذن الله الكريم. رنتي رمضان لما يستشهده هو نعمة من نعم الله، وهي نعمة كم إذ إلهي نعمة وينكي سوي رمضان إنا دميزة ربنا كوافجية. ولا ليال كلمة دي دمان توحي كساب سنتا إن شاء الله إلهي سبحانه وتعالى هدو قدره وأن جعل هين إذن لو ذاق كلمة كوابان وأه في بيان إحكام صلاة العيدين وما يضرب فيهما أذاب تي صندا صلاة عيدة يعيد قد أهام بس دي أذب إن شاء الله بإذن الله الكريم. هذا بلا وقت كوبات إلا شرعيي تاريخ ذا إلا شرعيي وحوي عيدة عيدين إلا عيدات با نبي صلى الله عليه وسلم أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر بهد مركوبات عيد كوبات النبي وتكذا وحي هيد عيد الفطر في سنة الثانية من الهجرة سنة كلا بعد الهجرية أي أيوة النبي وتكذا صلى الله عليه وسلم عيد الفطر عيد الأضحى إلى سنة كاس أي أيضا هيد مرك وقت يا شرعي ارتوا انتاس كلمة عيد معناه ذو حوى يا الله كان أصل كذا كتمد ما خودت من العود صرنا نقش أي كتمد أو صرنا نقش داس أي عيد لو يري ما دام أي صلى بتصنة كستا حلي أي كوس أدمان أما عيدها أي كأدي وحوية وحلي تذكر مؤمنين تها أي صلى ما يستين عبادات أي صلى ما يستين تصالة عيد الأضحى يوكل وحي كوس أدم تا وقتك حجكي ذلك مؤمنين تا مسلمين تا يصار لما يستين عيد الفطر وحي كسو أدن تا وقتي ذلك مسلمين تا يصار لما يستين بشي رمضان اي بركة سنيد. ولذلك سادر عدد وحي نقونا سأجيد كي هدف كعيد وحي نقونا يا فرحد يو رين رين يو ما هدنق ربي سبحانه وتعالى الله ما هدنق يو نم عداس يو وفاچين تاس وكوا فاچية خيرات كاس وكوا فاچية مركا مركا نوجد بو انتاس فافا انت قد مركا نوجد بو اي هاسوسي قد بو وحيلاد هاي عيد سنيال بيلاد وحيابة آداب أه يا أحكام بيلاد رنتي لقى مارمان عيد هاي قف كستانين وقادو لنا يماد إن وحا أوهر رأي تلا بدا كباد أوهر رأي سوحا وي لا بدا راك عدود اللي تكذو عيد اللي تكذو وي إن علماء دا أي مدى مذاهب تأفرت مذاهب كوكلا قد سيهين إمام أبو حنيفة كلا سيقوح ليها وفرض عيني أوي واجب عيني أوي ليها لكن إمام شافعي وحليه من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد قف يكوى جمعه يكوى جبي وحاوي عيده وقف قد وحاوي مسافر وكلكم واجبين وحاوي جمعكم واجبين تاسو كلا وحاوي عيدكم واجبين بليه إمام شافعي وكلا لكن إمام حنيفة سوى حليه قف كست واجب بيكوتها مسافر وهو مبهر كهو مركا كسو عظيم تاس عيد اللوجي دي إني تكت وحوي قف والبا وحوي جماعة نبطة لو تكد قف قف لو تكد وحوي عيد نين هنبطة هواني هنبطة إنت ما هنبطة قف والبا أو إسلامة أي اللوجي دي إنه تكد وحيابها رنتي وحوي آت كونا سنة وحاكم ذا حتى هدي أي قلافة إن تسوق ليسد والتي ما تد إنت ما أنت لو جد شروي وحيابها سنة ذا وحاكم ذا عيدة مالما عيد وحا كميدا إنو قفكو عيد الفطر وكالة صالة إنتو سن أبحين صلاة دي إنتو سن أبحين كهر إنو وحسيعنا محايا النبي صلى الله عليه وسلم وحوها لا يقضو يوم الفطر حتى يأكل تمراتهن ويأكلهن وترا النبي صلى الله عليه وسلم ها عيد الفطر ميدان أبحين إلا أوحنا إلا أوحنا ولي وحنا جريتا تميرتا قيب وتر أسلير تريس لير صدح شان تضوى سقال ترسا سوكلا عني ترس دير بعمل شيء مركا وحكم التهاي سنة يال كي يدقف عيد انت صلاة انت سنة ادين كهر انو وحويه وحسي عنا كيف تصلي صلاة العيد سيدي صلاة العيد لو تكذا
salaada ciidda haddaan wax yar faahfaahin ka bixiyo sida loo tukado waxa weeye marka koowaad waa 2 ragcood waxaad niyeysanaysaa haddii ciidulfidri waqtiga tahay sida biro subax oo kale waxaad niyeysanaysaa inaad tukanaysid 2 ragco oo sunno ah oo ciidulfidri ah haddii aad ku dhawaaqdina wax dhiba kuma jiraan oo aad tidhaahdo nawaytu usalli salaata ciidulfidri ragcatayn allahu akbar aad tidhaahdo wax dhiba kuma jiraan iyadana ciidulcadxa marka la joogana aad booskii ciidulfidri ku bedeshid iyadana wax dhiba kuma jiraan oo aad saa u dhawaaqdid intaa waa niyada koowaad iyo wey intaas mar koowaad sidee loo tukadaa horta markooda 2 ragco oo ragcooyinka caadiga oo la tukado sunooyinka xoguma gadisna sidee loo tukado unbaa loo tukadaa laakiin wax isdheer yihiin oo intaan oo keliya ah salaada caadiga hal mar unbaa allahu akbar la yidhaahdaa laakiin ciidda ciidulcadxa noqota ama ciidulfidir ha noqotee way ka gadisan yahay iyagu ragcadda koowaad waxaa la dhahaa 7 jeer allahu akbar waxaana sunno ah inaad u dhexaysiisid ragcadu allahu akbar kasta inaad u dhexaysiisid subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allahu allahu akbar sidaas ayaa wanaagsan inaad u dhexaysid allahu akbar markaad tidhaahdid 7 jeer waxaan ku jirin middii koowaad ee aad ku xiratay kuma jirto iyadu markaas waxay noqonaysaa tiradii 8 bay noqonaysaa allahu akbar markaad tidhaahdid waxay noqonaysaa koowaad waa tii koowaad aad ku xiratay marka 7 jeer oo ka dambeysa ayaa rabo inaad la timaadid daqiiq miriirada u dhexeeya ama sikinada u dhexeeyana waxa weeye subxaana allahi walxamdu lilahi walaa ilaaha ila allah allahu akbar intaas inaad u dhexaysiisid ragcadda 2aad iyadana waxaad kibaaranaysaa 5 jeer allahu akbar intii oo kale aad u dhexaysiisinaysaa waxaana siyaada ku ah markii aad soo kacaysay qiyaamka markaad kasoo kacaysay oo sujuudda kasoo kacday allahu akbarti alla timid kuma jirta taas waxay isku noqonaysaa markaas 6 xabba ayay noqonaysaa waxaa ka mid a horta salaada sidaasaa loo tukadaa marka koowaad oo salaadii waxaa weeye sunnadii 2 ragcadood sidaasaa loo tukadaa waxaa runtii aada u wanaagsan qofka islaamka ah inuu ku dadaalo maalintaas waa maalin weyn oo ciida inuu ku dadaalo jamaacaadka iyo islaamka meelaha isugu imaanayaan inuu yimaada kasoo qayb galo waxaa ka mid ah runtii inay 2 ragcood aada waxaa weyso runtii aada u muhiimsan inay yihiin oo xitaa hadday kaa tagaan inaad soo qalaysid ay kuu fiican tahay waajib ma aha laakiin aday kuu fiican tahay waad soo qalayn kartaa dad ubaahan tahay xitaa waad la imaan kartaa waqtigaa rabtid sunnayaalka ciidda waxaa ka mid a runtii ahna shacaa'irta runtii ciidda lagu garto waxaa ka mid a takbiirta allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah wallahu akbar allahu akbar walilahi alxamd allahu akbar kabiira sii wadadu xaggaas insha allah haduu rabbina marka 2 ciidood way kala gedisan yihiin ciidulfidri oo kale waxaa la bilaabaa maalinta ugu dambeysa ramadaan maqribku markuu dhaco la afuro ayaa la bilaabaa waqtiga maqribka marka la tukado ayaa la bilaabaa takbiirta waxaana lagu joojiyaa salaada marka laga soo baxo ayaa lagu joojiyaa laakiin ciidulcadxa iyada waxaa la bilaabaa takbiirta maalinta 9aad ee dhulxija waxaana la joojiyaa maalinta 3aad loo yaqaan ayaamu tashriiq loo yaqaan ayaa la joojiyaa horta takbiirtiin iyadana waa intaas waxaa ka mid a runtii waxyaabaha ciidda aada iyo aada dadka muslimiinta inay ku dadaalaan waxaa ka mid a inay farxad muujiyaan suruur iyo mahadnaq ilaahay subxaana wa tacala qofku markuu faraxsan yahay in laga arko macnaha ilaahay markaa u mahadnaqayso inaad faraxsanaatid farxad oo in laga dareemo xaafada haday noqoto caruurta haday noqoto maalintaas yacni wax dagaal iyo rabshad iyo canaan iyo cay iyo bahalka midna inaysan waxaa weeye iyadoo sida mar walbaba ay xuntahay haddana maalintaas si gaara waa inuu qofku ugu dadaalo inuusan caruurta canaanan inuusan xanaaqin inuusan waxyaabahaas o dhan inuu ugu dadaalo waxaa ka mid a sunnayaalka ah qofka dharkiisa kan ugu wanaagsan ee ugu quruxda badan inuu soo gashto hadduusan awoodin mid cusub inuu soo gato waajib maaha laakiin waa sida ugu wanaagsan waa si wanaagsan wey kiis hadamayrto alxamdu lilahi rabbi caalamiin wey waxaa ka mid a sunnayaalka ciidda qofku inuu booqdo ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo asxaabtiisa iyo waalidiinta iyo qof kasta oo magaranaysa wanaagsan inuu booqdo ayaa ka mid a sunnayaalka ciidda alaa kulli xaal waxaa weeye inuu qofku ku dadaa wax walba oo soo jiidasho iyo farxad iyo muujinaya waxaa weeye inuu ku dadaalo ayaa ka mid ah waxaan idin leeyahay mar walba aad joogtaan ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr
إلهي سبحانه وتعالى سند كسند كسان وقارسيه فرحد يا أمني يا أمان يا إيمان يا نبت قليه ربي سبحانه وتعالى هنو قارسيه ربي سبحانه وتعالى هنقدر يقوي صوم كلاجأ أقبله صنيا صانا كدم صوص عدنا كذب قالوا كفى إدست إلهي سبحانه وتعالى هنقدر نقول كوي نار تلاجأ حرج إلهي سبحانه وتعالى هنقدر نقول كوي رحمة ربي هلا سبحان ربي سبحانه وتعالى هنقدر نقول إلهي وحنا ويدسنا خير لما أنت زين ويدسنا وبالله التوفيق والسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته عيد مبارك.